ولنقاش ملف خلاف شركاء العملية السياسية المستمر حول تمرير عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة، وموقف إيران الداعم الأول للأحزاب وما يسمى بالبيت السياسي الشيعي من الزرفي. ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين العليان. أهلا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا. بالتزامن مع تأكيد تحالف الفتح رفض أغلب الكتل الشيعية تكليف الزرفي برئاسة الحكومة وفقا للتحالف، وتمسك تحالف سائرون بالمقابل بالزرفي رئيسا للحكومة، في ظل هذا الخلاف بين ما يسمى بأحزاب البيت السياسي الشيعي، هل ينتظر العراق أزمة جديدة على غرار باقي الأزمات؟ يعني هي الأزمة لم تنتهي ولم تبدأ بالأمس، الأزمة مستمرة منذ زمن ومنذ فترة طويلة، لكنها تفرق أزمات. الأزمة في جوهر النظام السياسي اليوم تتشعب وتتعمق، يعني أفقيا وعموديا. ما كان يعرف أو ما يسمى بالبيت الشيعي، اليوم هناك بيوتات وليس هناك بيت. الضابط والناظم لعملية البيوتات السياسية باسم المذاهب والطوائف اليوم عم تتفكك لأكثر من سبب، لأن هناك أباطرة نمت لديهم مصالح بعد سرقوا العراق ونهبوا ثرواته، وهذه الأباطرة كل منهم صار إمبراطور بمفرده، وبالتالي التنافس ما بين الفاسدين والشركاء عامل الحاسم في هذا الموضوع. و يعني اليوم كلها روس، لم يعد هناك من قيادات تمسك في هذه البيوتات. تم تبرير عدم عقد جلسة البرلمان للتصويت على حكومة الزرفي بفيروس كورونا، إلى أي مدى تظن أن الأحزاب الموالية لإيران تراهن على الفيروس لوقف التصويت، وإلى متى سيستمر ذلك؟ يعني هي المسألة، الفيروس كورونا عربي يعني جاء ليبرر بعض أو ليخدم بعض الاتجاهات ليس إلا، إنما الأزمة أكبر من فيروس كورونا. الأزمة الأكبر اليوم في العراق هي الشح المالية التي سيتعرض لها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط. تعرف أن أسعار النفط اليوم هي تراوح ما بين 20 و25 دولار، وبالتالي العراق القائمة على سعر 56 دولار، وهي أصلا موازنة فيها نقص تجاوز 35 مليار دولار، اليوم الحكومة العراقية على حافة الإفلاس وقد لا تجد غدا أموال لتدفعها. يعني إذا استمرت أزمة النفط وأزمة كورونا، فأنا أعتقد العراق ذاهب إلى ما لا تحمد عقباه. وأزمة عدم تشكيل حكومة أيضا أستاذ حسين، يعني هاي العراق حكومة بدون حكومة سيان الحقيقة، يعني هي ماذا تضيف الحكومة إن وجدت؟ ستضيف مزيد من السرقات، ستضيف مزيد من المشكلات. دليني على حكومة حلت مشكلة ما للعراقيين، أقامت شارعا، أقامت مشروعا تنمويا، أضافت رصيدا للدولة. يعني هذا الموضوع ليس هو الأساس. يعني الحديث عن الأزمة السياسية، الأزمة السياسية قائمة بالحكومة وبعد الحكومة وما قبل الحكومة. يعني أزمة نظام. نتحدث أيضا عن إيران التي كانت دفعت الكتل الموالية لها منذ أسابيع للإسراع بإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، غيرت موقفها اليوم ودعت إلى تجميد العمل السياسي. ماذا يعني عودة الحكومة المستقيلة؟ يعني هل هذا يعني أن الحكومة المستقيلة ستعود مجددا في شخص عادل عبد المهدي؟ يعني هو شنو الفرق بين عادل عبد المهدي أو الزرفي أو المالكي أو أي شخصية أخرى في رئاسة الحكومة؟ طالما أن قواعد العمل السياسي هي المشكلة في العراق، يعني لا يجوز لنا أن نستغرق طويلا في الحديث عن الأفراد، شلنا زيد وقلنا عمر. أزمة بنيوية في جوهر النظام السياسي في العراق. الأزمة أزمة سياسية أن العراق بلد مستباح السيادة. الأزمة أن هذا العراق لا يملك ثرواته المبددة. أزمة كبرى لا مخرج من هذه الأزمة في العراق
إلا بعملية تغيير شامل جذري يقوم فيها كل العراقيون مجتمعون. يعني نعم كان العراقيون في السابق في مواجهة نظام سياسي فاسد، اليوم النظام السياسي الفاسد يتفسخ فيما داخل من داخله، وبالتالي لدينا سلسلة من الأزمات. الشارع اليوم لديه مشكلة كورونا، لديه مشاكل متعددة، حتى الشارع وصل إليه بعض الانقسامات. ففي هناك أزمة خانقة حقيقة في العراق، لا حل لها إلا بالتغيير الشامل، شكرا بالثورة الشاملة. جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.